تحت شعار نحلم ونحقق، أطلقت المملكة العربية السعودية الاحتفالات باليوم الوطني 93، ويتزامن الشعار مع تحركات حثيثة نحو المستقبل تقوم بها القيادة السعودية. ولا تقتصر الاحتفالات على الاحتفاء بالماضي والتراث، بل أيضا تسلط الضوء على الحاضر والمستقبل تماشيا مع رؤية السعودية 2030. الاحتفالات تشمل مسيرات عسكرية في الرياض، إضافة إلى عروض جوية أبرزها عرض نسابق الأحلام للطائرات العسكرية والمدنية، وعروض بحرية مختلفة في الأسطولين الشرقي والغربي، حيث استعرضت القوات البحرية في جدة عددا من زوارق مجموعة الأمن البحرية الخاصة، وتشارك وزارة الداخلية في الفعاليات بتنظيم عز الوطن 2، حيث تستعرض الإنجازات الوطنية على المستوى الأمني. هدف عبد العزيز هو إقامة دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله كما. ويعود تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى عام 1932، حيث سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على مدى 32 عاما، بعد استرداده لمدينة الرياض عاصمة ملك أجداده وآبائه عام 1902. ثم أصدر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مرسوما يقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.